قول لي بقى، احنا عايزين نسال على الحاجات بتاع الكحك والبسكويت لو شفت كده على البيت. تمام، تعمل جاهز للمحلات. تمام اهو. تمام، بالنسبه للجهاز اللي هو بتاع المحلات ماشي، ده بنبقى بنشتري له اطنان دقيق. انت محتاج تعرف اللي هو بالنسبه لحد يعمل كيلو او اتنين او تلاته في البيت. بالنسبه للكحك، احنا لو هناخد كيلو دقيق هنديله نص كيلو سمنه، تمام، و 250 جرام ميه و 100 جرام لبن، تمام، ومعاهم بقى الخميره والبودر. تمام، ده بالنسبه للكحك. تمام. بالنسبه للبسكوت بقى ماشي، لو 5 كيلو مثلا دقيق احنا بنديهم 2 كيلو سكر، بس لازم يكون سكر بودره، والسمنه الصفراء اللي هي ايا كان بقى نوعها، فرن او اي حاجه ماشي، دي بنحط لها 3 كيلو. 3 كيلو وخلاف بقى لسه في البيض، بنحط 20 بيضه، واللبن بنحط نص كيلو. وبعد كده اتفضل. بعد كده بقى احنا بنجيبه نعجنه في العجانات، وبعد كده بينزل هنا في المكنه، بيصب في المكنه. بقى العجين ماشي، احنا بنعجن الاول في العجانات، وبعد كده بنجيبه هنا نحطه في الادوس. هنا بقى في تكنولوجيا. ايوه طبعا، زمان كنا بنشتغل بايدينا، زمان كنا بنلف الكحك بايدينا وبنكسر البسكويت بالاكياس اللي هي القماش او السيليكون او الاقماع. دلوقتي بقى المكنه اللي هو الجاهز اللي هو زي ده، كل المكن جاهز، تعمل كل حاجه، كحك وبسكويت وفخور وغريبه وكل حاجه. كنت بقالك كام سنه؟ 10 سنين. 10 سنين يعني وراثه ولا؟ طبعا. عن وراثه، عن اخويا. اخويا. تمام. بالنسبه بقى للشغل، اشتغل طول الوقت؟ طبعا. هو بالنسبه لرمضان دلوقتي، هو رمضان ده موسم الحاجه ديت، العيد. تمام. اما بقى بقيه السنه احنا يعتبر بنشتغل مثلا افراح، الشغل بتاع العرايس، الصباحيات، الكلام ده كله. بس في حاجه بيطلب منك طول السنه؟ طول السنه. بالنسبه للشغل بتاع طول السنه بيبقى الشغل اللي هو بتاع العرايس ده بقى، الصباحيات. اما محلات بتاخد فيه اللي عاوز مثلا يبيع مثلا 20 كيلو 30 كيلو والكلام ده كله، بنروح نصنع له عنده في المصنع، وهو بيبيع من ورا. بيبيع. تمام. تكلفه الكيلو كحك هو مثلا تكلفه الكيلو كحك ممكن يخش له مثلا في 120 130 جنيه. تكلفة بس، لسه المصنعية، لسه بقى الشغلة بتاع المحل، العلب، التغليف، كل الكلام ده كله. تمام. البسكوت بقى بيزيد بقى شوية، والبوتفور بيبقى أعلى منه بشوية برضه. بالنسبة بقى للبوتفور والقريبة والحاجات، تمام. تمام. إيه خامتها هو الغريبة ماشي، هي بتاخد سكر وسمنة ودقيق. هي الغريبه اللي هي على حسب بقى، عاوز تحط سوداني عليها، عاوز تبقى ساده، عاوز تحط مكسرات كده. تمام. البيتفور برضه هو نفس الكلام كده، يعني هو قريب من البسكويت شويه. احنا بنديله 5 كيلو، بنديله 2 كيلو سكر، وبنديها 3.5 سمنه اللي هي الفرن او ايا يكن ايه هي، وبنديها 20 بيضه، وخلاص على كده. بنعجنه في العجان وبنجيبه في المكنه دي برضه، وبنصبه برضه في المكنه دي. ان شاء الله خير 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 ان شاء الله. والله احنا بنتاقلم مع اسعار.